لذلك الكلام عن أشراط الساعة وإسقاط أشراط الساعة على الأحوال الحاضرة وتفسير ما ورد من النصوص الدينية، هذا كله خطأ، خطأ من فاعله وتألي على الله عز وجل، لأن المسلمين مر بهم من الأحوال ومن الأهوال ومن الخطوب ومن الوقائع ومن تسلط الأعداء ومن الأشياء الكثيرة، أشياء كثيرة، وظهر أن تلك الأشياء لم تكن نهاية العالم. فالآن صار موضة عند المسلمين، كل ما حصل شيء يسقطون كل أشراط الساعة على ذلك الشيء الحاصل، بعد سنوات يظهر أن هذا الشيء ليس بصواب. لذلك لا تفسر شيئاً إلا بعد وقوعه، لا تفسر شيئاً قبل وقوعه، تقع في التألي على الله والزعم على رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يقل. لما دخل صدام حسين إلى الكويت كل أحاديث أشراط الساعة نزلت على ذلك الواقع، ظهر أنه صدام حسين والكويت وما حصل في ذلك الوقت لم يكن شيئاً. بعد ذلك لما دخلت أمريكا إلى العراق فسرت كل أشراط الساعة، ويأتوكم الروم في كذا غاية وتتحالفون أنتم وتتصالحون مع الروم صلحاً أمناً كذا، وينزل الروم بالأعماق إلى آخر تلك الأشياء، ظهر أن دخول أمريكا إلى العراق كان لا شيء أمام ما يحصل الآن، والآن ما يحصل أيضاً يسقطون عليه أشراط الساعة، وهؤلاء هنا وهؤلاء هنا، هذا كله ليس عليه أثارة من علم. ربما بعد عشرات السنين يظهر أن ما بين ما نعيشه من الفتن لا شيء أمام الفتن الكبرى التي ستتتابع. لذلك المسلم ما يؤخذ بهذه العناوين، هذا يسمي الأعماق، وهذا يسمي دابق، وهذا يسمي المئذنة البيضاء، المنارة البيضاء، وهذا بالغوطة، وهذا فسطاط المسلمين، وهذا كذا، هذا كله تألي على الله. من أدراك أن هذه الأحاديث على طبق الحالة التي أنت عليها؟ لا نعلم ذلك. لما يحصل وينتهي نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. مثلاً أخبر صلى الله عليه وسلم أن ناراً تخرج من جزيرة العرب تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، فخرجت نار بركان قريب المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، ولشدته أضاءت منه أعناق الإبل ببصرى، بلد بالشام، رأى الناس فيه الضوء في الليل، صار أعناق الإبل تضيء، يعني رأوا الضوء في بصرى. هذا ممن رآه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى صاحب البداية والنهاية. فهنا أخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء ورأيناه ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة يتطاولون في البنيان، الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رآه المسلمون عياناً جهاراً نهاراً بجوار بيت الله، هذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرط من أشراط الساعة رآه الناس بأعينهم. لكن من أخبرك أنك أنت في فسطاط المسلمين؟ من أخبرك؟ ممكن هذا الفسطاط يكون بعد عشرات السنين. ما الآية التي عندك؟ والثاني ينزل الروم بالأعماق بدابق بآخر، من أخبرك أنك أنت؟ السلطان سليم نزل بالأعماق ونزل بدابق، وجرت معركة بين السلطان سليم وبين المماليك بدابق، وكان اسم السلطان سليم وجيشه كان اسمهم الروم حقيقة. في كتب تلك المرحلة التاريخية لما يذكرون جيش السلطان سليم ويعني من معه يقولون جاء الروم، جاء ملك الروم، جاء الأروام، جاء فلان من علماء الروم، علماء الدولة العثمانية في أولها كان اسمهم عند علماء الشام وعند علماء مصر كان اسمهم علماء الروم، يعني المسمى
ألصق من الآن. الآن ما في أحد اسمه الروم. إنزالك الروم على أمريكا أو إنزالك الروم على فرنسا أو إنزالك الروم على نظام سياسي لا تحبه هذا منك ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع أحد أن يتألى على الله ورسوله. لما يقع الشيء وينتهي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال. قبل وقوعه هذا لا نجزم به. هذا الفهم يوفر عليك كثيراً من الأسئلة وكثيراً من الشبه وكثير من وسائل جذب عقول الناس التي لا تعقل أو أفهام الناس التي لا تفهم أو معرفة الناس التي لا تعلم. يسمع مسلم لا يعرف، ما عنده خلفية، ما عنده معرفة لا بتاريخ ولا بلغة ولا بعلم ولا شيء، يذكر له مجموعة من الأحاديث يعني يفاجأ بذلك، تسقط الأحاديث على ما يجري، خلاص آمنا وسلمت، تعال كن معنا، حاضر، يمشي معهم. فالمسلم ينبغي أن يتعلم ويفهم ما يسمع ويفهم عن الله ورسوله، ولا يتألى على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.